حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. في حلقتنا اليوم نضيء على بعض من عطاءات الشاعر والصحفي الراحل الزميل حسين نصر الله الذي قضى في موسكو الأسبوع الفائت، وفي فقرتنا الفنية نتعرف على فرقة الروك الروسية الشهيرة ناتاليوس بامبيلوس ونخصص أغنية الحلقة لها. لكن قبل ذلك نتوقف مع الفقرة السياسية التي ساهم في إعدادها الزميل فؤاد خشيش. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. بمساعدة ناشطة من جهاز الاستخبارات التركية، يحاول الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي على الرغم من الهزيمة الأخيرة لحزبه في الانتخابات البرلمانية الاستفادة من قدرة الاستخبارات على اتخاذ خطوات لإعداد سلسلة من الهجمات الإرهابية في جنوب روسيا في أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في مدينة سوتشي. وبحسب مصادر أمنية مقربة من أجهزة الاستخبارات التركية، فإن الحكومة الجورجية تعمل على تمويل الأنشطة الإرهابية في مناطق القوقاز، وتشير المعلومات إلى أن ساكاشفيلي خلال الزيارة التي قام بها إلى الخليج العربي بين أذار وتموز الماضيين عقد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية مع رجال الأعمال العرب لضمان المساعدة المالية وتعزيزها في شمال القوقاز للجماعات المسلحة تحضيرا للقيام بهجمات إرهابية في روسيا. ويتم تمويل ذلك النشاط من حساب الولايات المتحدة وقطر والسعودية والإمارات والكويت، لذلك تجري الاتصالات مع قادة ما يسمى بجماعة بانكس في مقاطعة جورجيا الأمريكية عبر المسؤول في وزارة الداخلية الجورجية أمير تزا. حاليا تقوم الوحدات الخاصة الجورجية وبمساعدة مدربين أتراك وإسرائيليين وأمريكيين بتدريب المقاتلين في جورجيا وتركيا لتنفيذ الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية. ففي تركيا تقام مخيمات تدريب للمقاتلين بقيادة أحمدوف عمران، ومن الملفت أن تلك المخيمات كانت قد أقيمت لتدريب المقاتلين من الجيش السوري الحر الذين يخوضون اليوم المعارك ضد النظام في سوريا. ومن الملاحظ أن أحد منظمي تلك المجموعات في شمال القوقاز أوفاياز أحمدوف يوفر شراء وشحن المتفجرات والأسلحة والمعدات العسكرية إلى العصابات التي تشارك في تلك العمليات، ذلك بالإضافة إلى آخرين يقومون بعملية تنظيم الأعمال الإرهابية وأبرزهم قائد ما يسمى بإمارة القوقاز دوكو عمرانوف وأخوه الأصغر فاخا وممثل الإمارة في الخارج باتوكايف. وفقا للمصادر التركية، نظمت الوحدات الجورجية الخاصة بمساعدة نظرائها الأتراك وبالمشاركة غير المباشرة من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد سلسلة من الأعمال الإرهابية منذ العام 2009، وكان آخرها في تموز من السنة الحالية حين اغتيل رئيس الإدارة الروحية لمسلمي تاتارستان ولي الله ياكوبوف، ومحاولة الاغتيال الفاشلة في الوقت نفسه التي استهدف مفتي تاتارستان إلدوس فايزوفا. Играть с алмазным обручальным кольцом, видеть под утро печальные лунные сны. Он хотел бы покинуть тайком царицу ночей, но боится остаться без тела, как всякая тень. И когда готов
он сделать свой решительный шаг. Петушиный крик возвещает день. Я в таком же положении, как человек на луне. И поэтому он улыбается мне. Мы друг друга понимаем вполне. Я и человек на луне. На луне посылает мне свой привет. Я открою окно и подставлю пустой стакан. Он нальет в него мне обжигающий лунный джин. К утру я вновь буду пьян, к утру я забуду, что я в таком же положении, как человек на луне. И поэтому он улыбается мне. Мы друг друга понимаем вполне. Я и человек на луне. أصدقائي في العاصمة الروسية موسكو، رحل عن دنيانا الأسبوع الماضي الشاعر والصحفي حسين نصر الله. إن برنامج حديث روسيا وإذاعة صوت الشعب يتقدمان من عائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه ومحبيه بأصدق التعازي، فقد كان حسين مثالا للتفاني والإخلاص والإبداع في العمل. ونتعرف في التقرير التالي إلى حياة الراحل وبعض من عطاءاته مع الزميلة كارولين بزي. وافت ألمانية الزميل الشاعر والصحفي حسين نصر الله في 26 أغسطس الجاري في موسكو عن عمر يناهز 53 عاماً. ولد نصر الله في قرية الطيب الجنوبية في العام 1959، وهو يرأس تحرير مجلة المتوسط التي تصدر منذ العام الماضي في موسكو باللغتين العربية والروسية، وذلك بعد 30 عاماً من كتابته الزاوية الأسبوعية في صحيفة النهار في العام 1982. أما حياته المهنية فكانت غنية جداً على مدى 3 عقود ونيف، إذ عمل مراسلاً لمجلة الزمن العمانية في العام 2009 ورئيساً لتحرير مجلة العرب الدولية في العام 2008، وذلك بعد إدارته لتحرير صحيفة الكفاح العربي البيروتية. وتنقل مراسلاً وكاتباً سياسياً واجتماعياً بين عدد كبير من الصحف العربية،
وصدرت له مقالات ودراسات وبحوث في عدد من المجلات. أما في مجال الشعر فقد صدرت له مجموعات، منها أثاث الروح في العام 1992 وأصداف البر في العام 1989، وامتلأ بالليل مثل مصباح في العام 1984. وفي النصوص أصدر كتاب شمس الشتاء في العام 2002، وله دراسة عن مأزق الديانات وأزمة العلمانية في العام 2010. وللزميل الراحل خبرة تلفزيونية وإذاعية كبيرة، حيث قدم وأعد عددا كبيرا من البرامج، كان آخرها برنامج مبدعون بلا ضفاف الذي قدمه عبر أثير إذاعة صوت روسيا من موسكو، وهو برنامج يستضيف ويحاور مفكرين وكتابا وشعراء في إبداعاتهم ومواقفهم وتوجهاتهم. وفي إحدى حلقات البرنامج الأخيرة استضاف الشاعر اللبناني الزميل عباس بيضون، وكانت لحظات ذات قيمة كبيرة حين يقدم شاعرا زميله، حين قال بالصورة الصوتية: لماذا نهتم بروح الكاتب؟ ربما ليس لأننا نهتم بالكتاب بحد ذاته، بل لأننا نريد اكتشاف نموذج الإنسان المعذب من خلال الكلمات نقرأ فيها الكاتب يتكلم باسمه. نلتقي بالأنا خلف أقنعة الأنا. لا يمكن لأي قدر من الحميمية في رواية أن يقدم ذلك، حتى لو كتب بصيغة المتكلم. في وداع حسين يقول الزميل اسكندر حبش في صحيفة السفير: لا أعرف إن كان باستطاعة حسين نصر الله الآن أن يمسك بالجوهر في رحيله المفاجئ عنا في منفاه الروسي الأخير. لا أعرف إن كان حقا منفى، لكنني أحببت ذات يوم وخلال زياراته المتباعدة أن أقول له إنه أصبح الآن من الشعراء المنفيين، ليلتحق بأسراب هؤلاء الشعراء الذي ضج بهم الاتحاد السوفيتي في زمن الشيوعية المجيدة. صفة للتندر بالطبع، لكن اتصالاته لم تكن نادرة، إذ غالبا ما كان يفاجئني باتصالاته في أي لحظة يخطر على باله ذلك. أحيانا يتصل لأجل سؤال، وأحيانا أخرى كثيرة من أجل الاطمئنان. وفي الاتصال ثمة حيوات كثيرة كانت تنساب من الكلام. يتابع اسكندر حبش: ثمة ذكريات أيضا وأسئلة عن الجميع، لكني لم أكن أشعر مرة بأن ثمة حنينا يفوح من كلامه، بل كان يبدو أكثر تماسكا في تلك البلاد عما كان عليه هنا في هذه المدينة، مدينة كنت أحب أن أجدها في مقطع شعري كتبه في ديوانه أثاث الروح. يقول فيه: أنت الذي عاش تحت جسر الحياة قرب المياه الغريبة، صانعا لنفسه كوخا من نثار الأحياء وسقفا من حطامهم، أنت الذي عاش في ليالي الأرق وأدار وجهه للحائط الأعمى مصغيا إلى السيول في الممرات، إلى الخطى تبتعد، إلى الضوء يغيب. أنت الذي عاش أيامه ناسكا وقاسيا كهدوء الحقل، تلتهب الآن وتسيل من عروقك مياه النسيان ونسميك الغياب. بيد أن للغياب بعدا آخر عند حسين نصر الله، ابتعاده عن نشر الشعر. صحيح أنه لم يتوقف عن كتابته، إذ قرأ لنا منذ سنوات قليلة بعض جديده غير المنشور، ولكن وكأن ثمة قرارا ما بالابتعاد عن النشر. في أي حال لم ينشر سوى 3 مجموعات كان آخرها بعنوان أثاث الروح، وأولها امتلأ بالليل مثل مصباح عام 1984 وأصداف البر عام 1987. 3 مجموعات دفعته إلى أن يكون منحازاً إلى مناخ وتفاصيل في كتابته، وإلى لغة حال أن يتكون منها خطه وعالمه الشعريان، هذا العالم الذي حاول أن يسلك عبره درباً خاصاً به، وإن كان ذلك لا يعني مطلقاً أنه أخذه بالضرورة إلى أسلبة بقدر ما أخذه على ركن خاص به، حاول الشاعر أن يقترب منه وأن يستكين إليه مثلما حاول تحديد معالمه وإبراز سماته. Был бесцветным, был безупречно чистым, был прозрачным, стал абсолютно белым. Видно, кто-то решил, что зима и
покрыл меня мелом. Был бы белым, но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Но кто-то решил, что война, и покрыл меня черным. Я вижу свет, но я здесь не был. Я слышу свет, я чувствую цвет. Я знать не хочу всех тех, кто уже красит небо. Я вижу песню вдали, но я слышу лишь марш, марш левой, марш, марш правой. Я не видел людей страшнее, чем людей цвета хаки. Да пусть хоть самым чертом, но кто-то главный, кто вечно рвет в атаку, приказал наступать на лето и топтал меня в хаки. Я вижу дым там, где я не был. Я чувствую гарь, я знать не хочу ту тварь, кто спалит это небо. Не трогайте небо, я знать не хочу, кто поет песню. Марш, марш левой, марш, марш правой. Я не видел картины дурней, чем шар цвета хаки. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. نبهت السفارة الأوكرانية رعاياها في لبنان وسوريا إلى أن الموعد النهائي للتأكد من البيانات وتعديلها في اللوائح الانتخابية هو في 22 من تشرين الأول الجاري، وأن إضافة أي شخص في يوم الاقتراع ممنوعة قانونا، متمني عليهم مراجعتها قبل ذلك التاريخ، حيث تعمل اللجنة طيلة أيام الأسبوع حتى 7 مساء. وتجري الانتخابات البرلمانية الأوكرانية في 28 من الجاري في حرم السفارة بين 8 صباحا والثامنة مساء. ولفت البيان إلى أن المواطنين الأوكرانيين الذين يقيمون بشكل دائم أو مؤقت في لبنان وسوريا يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت في السفارة الكائنة في بعبدة شارع أنطوان الريس، الهاتف 05-921-975. استمعنا ضمن فقرتنا الفنية التي يعدها الزميل علي شرف الدين إلى أغنيتين لفرقة ناتاليوس بامبيلوس. وقد تأسست الفرقة سنة 1982 في مدينة سفيردلوفسكيا كاترينبرغ الحالية على يد قائدها الدائم فيتشيسلاف بوتسوف وصديقه ديمتري أوميتسكي. ومنذ الثمانينات وحتى اليوم تعتبر الفرقة من أعمدة الروك السوفيتي والروسي بموازاة الفرق الأخرى كأليسا وديديتي وطبعا كينو. أصدرت ناتاليوس بامبيلوس ألبومها الأول بعنوان الانتقال سنة 1983، وفي العام 1985 انضم إلى الفرقة كاتب الأغاني إيليا كارميلتسيف الذي طبع بكتاباته الفترة الأهم للفرقة حتى وفاته سنة 2007. انتقلت الفرقة إلى عالم الشهرة الحقيقية سنة 1986 بعد إصدارها ألبومها الانفصال الذي احتوى بعض من أغنياتها الشهيرة مثل كازانوفا ومنطاد باللون الكاكي ومقيدون بسلسلة واحدة وغيرها. وزادت تلك الشهرة بعد المشاركة الناجحة للفرقة في مهرجانات الروك سنة 1987 مثل مهرجان ليتوانكا في فيلنيوس ومهرجان نوفوسكي بيرسك والروك بانوراما في موسكو.
ولعبت كلمات الأغاني التي كتبها كارميل تساف دورا أساسيا في شهرة الفرقة، وقد حملت في طيتها نقدا حادا للأوضاع الاجتماعية. من الأغنيات التي استمعنا إليها أريد أن أكون معك، ومن كلماتها: حاولت الابتعاد عن الحب، أخذت شفرة حادة ولجأت إلى القبو، جل ما أريده هو أن أكون معك، اسمك تغير منذ زمن وعيناك فقدتا لونيهما إلى الأبد، طبيب مخمور زف إلي خبر وفاتك، والإطفائيون أعلموني باحتراق بيتك، لقد كنت أكسر الزجاج بيدي مثل ألواح الشوكولا، كنت أقطع أصابعي لأنها لم تقدر لمسك، لكنني أريد أن أكون معك بشدة، وفي النهاية سأكون. وأغنية منطاد باللون الكاكي، ومن كلماتها: كنت بلا لون، نظيفا تماما، كنت شفافا، أصبحت أبيض لأن أحدهم قرر أنه الشتاء وغطاني بالطبشور. اللون الأبيض جيد ونظيف، لكن أحدهم قرر أنها الحرب وغطاني بالأسود، لكن لا بأس بالأسود حتى لو كان قاتما كالليل. لكن أحدهم قرر الهجوم ورماني باللون الكاكي، أرى دخانا حيث لم أكن، أشم الدخان ولكن لا أريد أن أعرف من يحرق السماء، وجل ما أسمعه تقدم بيمناك وتقدم بيسراك. لم أرى في حياتي أشخاصا أكثر رعبا من ذو رداء الكاكي. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Сказал.
قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد رائف. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.